بالهواء الطلق وبالقرب من شجيرات الزيتون تستمتع العائلات التي خرجت لجن الزيتون بتيزي وزو بوجباتها والتي تكون عادة مكوناتها تقليدية بحتة. كل حاجة نسمير الزيت يعني عتنت الساعة الفنة الساعة الدواء آخر ما نسوى الدواء أنت خير الزيت ولا دواء نفك العتاف من تشا الزيت الحمد لله نسوى أنت سوف سنتا نفك العتاف وروحنا معنا الحمد لله يفسنا دايرة هنا متشوان وقت الزمر مي الحمد لله تمخالف الماكلة المواكل الصباح قبل الفجر هاد نكر ديال تحنون تقران ديال تحنون تتمثونت ثان داوي سكسو ما كان ثوالا ضثي ثياد نسر سولا داكي غاطوالي ضثنيتش ساقي كرا تصبحيت كرا تحنون تقران سيار دنس زيت وزمور ضا زيتين. أين تعرض النسوة كل ما قمنا بتحضيره منذ ساعات الصباح الأولى ثم يقمنا بإشعال النيران وسط الحقل باستعمال أغصان شجرة الزيتون لتسخين كل الأطباق. نسحمويد نشعل تيمس نسويد ثرفوث نسحمويد سكسوني نسحمويد دوك كاين ندنبوث يد نسحمويد حمايين نفتي ثيكيل من بود سكسو غم قران هذي نغمان المسمن نسويد كلش اي كيد نسب الصباح هاتي دنا واردة كثنشدا سالون بيونس ما رانتش ما راد نقيم الماكله نكد سبا ثوا كما ساقيني ثورا بيض سكسو دي فاون سخمارني ثورا اللي تمديث ني غصدا ثني ناوي ابري ما دنبضا قلتني نسحمو ستارفوث اثنوج عادة لم تتخلى عنها العائلات بتيزي وزو لتكون واحدة من التقاليد التي تجمعها للاستمتاع بها في أجواء أقل ما يقال عنها عائلية.